السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن أي الصعب أن شئت سهلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. طلابنا الكرام، طلاب الصف الأول الثانوي، النهارده نعمل معاكم مراجعة عامة كده على مقرر شهر الدين، بحيث إن الناس تشعر بالارتياحية تجاه المنهج نفسه. هنبدأ مع حضرتك التوعية بلبس اصول الاستثناء كمقرر الوحده الاولى. لبس اصول الاستثناء زي ما كلنا عارفين من الدروس مليانه لكن مش صعبه. يلا نشوف درس اتكلمنا عن ايه بحيث ان حضرتك تشعر بالارتياحيه. درسنا بيتكلم عن مكونات اصول الاستثناء، لكن خلينا قبل ما نتكلم في اي حاجه، هو ايه الاستثناء اصلا؟ يعني يسال بعض الطلبه، هو انت بتحب الفاكهه مثلا؟ يقول لك احب الفاكهه إلا نوع. بيحب الفاكهة كلها إلا نوع، فيها استثناء مش كده؟ يعني بيحب الكل ونوع واحد ما بيحبوش. وقبل ما نتكلم في الدرس، خلينا نشد انتباه حضرتك إن أنت كطالب، طالب أولى ثانوي، المفروض إن أنت حريص طول الحرص إن أنت تتقن الحاجة اللي أنت بتدرسها، وإلا يبقى بتضيع من عمرك سنة كده بقى منزورة. طالب وهو بيقول لك كده كده إحنا مرحلة نقل وبنجهز نفسنا لثانويه عامه، طب بتجهز نفسك لثانويه عامه وحضرتك منفض اصلا، لازم تكون السبل تتقن الحاجه اللي انت اللي هي متفرعه بيك. يعني سبل الاستثناء اللي احنا بنتكلم فيه ده، فين الكل؟ الفاكهه. ده يقال عنه مستثنى من، يبقى اذا ما قبل الاداء يقال عنه مستثنى منه، والا هي الاداء. كويس. وما بعد أداة الاستثناء وهو ده درسنا بيقال عنه مستثنى. كويس. يبقى إذا مستثنى منه والأداة والمستثنى. وخلي بالك إن ما بعد أداة الاستثناء هو ده درسنا. إعراب ما بعد الأداة. فاهم مشكلة؟ تمام. أول حاجة عندنا من حالات الاستثناء ومن أدوات الاستثناء الاستثناء بإلا. الاستثناء بإلا من ضمن الحاجات الشائعة جدا في امتحانات ثانوية عامة، فأريد الناس تركز فيه عشان أنت محتاجه الفترة اللي جاية. الاستثناء بإلا بينقسم لمجموعة أقسام. أول حاجة عندنا التام المثمر. يعني إيه مثلا؟ هقول لك دلوقتي كل حاجة. رقم 2 التام المنفي. رقم 3 النقص المنفي. تام مثمر، تام منفي، نقص منفي. أول نقطة عندنا التام المثمر. إيه التام المثمر ده بس؟ خلينا بس نشد انتباهك لحاجة، إن إحنا بنتكلم على ثلاث أنواع، ربما يكون في نوع منهم متشابه مع الآخر. في ده الظاهر المتشابه، لكن لما نيجي ندرس كل نوع على حدة وكل حالة على حدة، أنا شايف إن مفيش أي وجه شبه. خلينا إزاي إحنا نحكم على إنه تام مثمر أو تام منفي أو ناقص منفي من خلال نمط نتكلم فيه دلوقتي حالا. اول درس بيكلمك عن اعراب ما بعد الا. اذا كان الكلام تام مثبت فان ما بعد الا يعرف مستثنى منصوب وحكم النص مبين للنص. واحد يقول لي ما فهمتش حاجه. يلا بينا نفهم. بقول لك ما بعد الا في حاله التام المثبت مستثنى منصوب وجوبا. قول لي مثال عشان نفهم بعضينا. كرم المعلم الطلاب الا المهم. نسأل الناس احنا بنحكم ازاي تام مثبت او تام منفي او ناقص منفي؟ من خلال الكلام اللي قبل إيه؟ من خلال الكلام اللي قبل ايه؟ واحد يقول لي تمام، هل الكلام هنا منفي؟ واحد يقول لي لا، يبقى اذا الجمله هنا مثبته. عكس اثبات النفي. كويس جدا. السؤال اتاكدنا ان هي مثبته يا مستر، تعالى نتاكد هي تامه ولا ناقصه. كرم المعلم الطلاب. محدش يختلف ان دي جمله تامه في المعنى وزي الفل. فاذا الكلام هنا كلام تام مثبت. اذا كان الكلام تام مثبت، اذا كان الكلام تام مثبت فان ما بعد الا يعرف مستثنى منصوب حكم النص واجب النص. يعني ايه واجب النص؟ يعني لازم يظهر عليه علامه النص. ما بعد اداه الاستثناء في حاله التام المثبت يعرف مستثنى منصوب حكم النص واجب النص.
منصوب طبعا معاد نصبه اي حاجه كويس ممكن الفتحه ممكن تبقى وهكذا. خلصت من اول حاله من حالات الاستثناء بيلم اللي هو التام المفرد. حاله ثانيه فيه التام المنفي. اذا كان الكلام تام منفي لاحظ كده معانا فان انا بعد الا وهو ده درسنا يعرب حاجتين اما او وانا بقول بالصبر معلش يا سامحني هو في اللغه العربيه كلمه تتقلب حاجتين لو مفيش مشكله فيها وهتقابلك الفتره اللي جايه في دروس في ثانيه ثانوي وقرر ثانويه عامه حاجات شبيهه لذلك فيبقى بالتالي نتقبل ان ليها واحد من الاثنين اما او طب انا نظام جديد تجيلي ازاي في الامتحان هنقول لك بتيجي ازاي الفكره وهتجيلك ازاي في النظام الجديد اذا كان الكلام ده منفي فانما بعد ان يعرف مستثنى منصوب حكم النص جائز النص يعني جائز فقال لي والله انا لباحي طالما في امر ثاني يبقى اكيد مش واجب مش كده ولا ايه؟ مستثنى منصوب او بدل من المبدل به. اما مستثنى او بدل اما مستثنى او بدل جميل. لاحظ كده معانا المثال اللي قدامنا ما قطفت الازهار الا زهر. الكلام هنا منفي وقال لي تمام وقطفت الازهار لنحكم على الكلمه او على الجمله اسف هي تامه مثبته او تامه منفيه او ناقص منفي من خلال ما قبل ايه؟ وهتقول لي قطفت الازهار وما تمت المعنى يبقى اذا الكلام هنا تام منفي. اذا كان الكلام تام منفي اذا كان الكلام تام منفي فان ما بعد الا ليه اعرابين اما او اما مستثنى منصوب حكم النصب جائز النصب او بدل وهتقول لي وتكتب لي بدل من المبدل منه لو رجعنا سكرتنا ورا شويتين مش شويتين ولا حاجه ده كان السنه اللي فاتت ثالثه اعدادي في الاولاني بيتكلم فيه على قرر البدل لان البدل من التوابع التوابع في اللغه اربع حاجات رقم واحد النعت يتبع الملعون والتوكيل يتبع المؤكد والبدل يتبع المبدل منه والمعطوف بيتبع المعطوف عليه مش كده؟ فيبقى بالتالي اذا البدل هو التابع الرابع عندنا ان البدل يتبع المبدل منه فين المبدل منه كلمه الازهار؟ هتقول لي طب يلا من هنا يبقى قطفت الازهار قطفت فعل وفاعل على اعتبار ان التاء التاء الفعل والازهار المفروض به منصوب يبقى اذا ده بدل منصوب وبعد كده مستر طب ما الاثنين يكونوا منصوبين لا مش شرط يا باشا ممكن البدل يجي مرفوع يعني هقول لك مثال هنا ما سافر الرجال الا ما سافر الرجال الا الكلام هنا قبل الا منفي وتام سافر الرجال وتمت المعنى زي الفل مش كده ولا ايه؟ جميل ويبقى كلمه رجل اما مستثنى او بدل يلا نشوفها بدل بيه الرجال فعل مرفوع يبقى ده بدل مرفوع يبقى بالتالي اقتنعنا مثلا والله اما ان هي مستثنى منصوب حكم النصب جائز او بدل من المبدل منه بيكون مرفوع وبيكون منصوب وبيبقى مجرور والدنيا زي الفل مش كده ولا ايه؟ جميل الحل اللي بعد كده اتكلم في الناقص المنفي ركز في اللقطه دي تحديدا كلام مهم قوي اذا كان الكلام ناقص منفي فانما بعد الا وهو ده درسنا يعرب حسب موقعه في الجمله وقال لي لا كده الكلام اختلف ما خلينا نكمل بس عشان يكون فيه معلومه كامله يعني اذا كان الكلام ناقص منفي فانما بعد الا يعرب حسب موقعه في الجمله وتكون الاداه في الحاله دي اداه الاستثناء بلغار يعني ايه بلغار؟ يعني ملهاش قيمه يلا نطبق الكلام ده هنا الكلام هنا في قول الله عز وجل وما محمد الا رسول وهتقول لي انت لسه قايل لنا لسه من شويه ان الكلام الحكم على انه تام مثبت او تام منفي او ناقص منفي من خلال الكلام اللي قبل مش كده؟ جميل الكلام ده هنا منفي طب محمد لوحدها جمله ولا كلمه؟ وهتقول لي لا مش جمله يبقى اذا ناقص منفي اذا كان الكلام ناقص منفي فانما بعد الا بيعرب حسب موقعه في الجمله وتكون اداه الاستثناء ملغاه يعني ايه ملغاه؟ يعني ملهاش قيمه وهتقول لي شيلها وانت قلبك جامد يا حبيبي الا والنفي شيل اثنين محمد رسول محمد مبتدا والرسول خبر مش كده ولا ايه؟ مثال زي بالظبط ما الدنيا الا مسرح كمين ما الدنيا الا مسرح كمين الكلام هنا يا شباب
الكلام هنا منفي ولحد هنا كده كل هو ناقص ولا تام. لا بالنسبه لمصر الدنيا ملهاش معنى محتمل يعني. يبقى ناقص. اذا كان الكلام ناقص منفي فانما بعد ايه اللي يعرف حسب وقوعه في الجمله؟ شيل اداء وشيل نف الدنيا مسرح تبقى خبر مش كده؟ كويس جدا. بسبب رقم اثنين ما جاء الا ظاهر. واحد يقول لي منفي اهو وناقص شيل النفي وشيل الاستثناء جاء طالب فاعل جمله فعليه. مثال ثالث او رابع ماكو فعل المجرمون منفي شيل النفي والاستثناء كو فعل المجرمون. الفعل ده مبني للمعلوم ولا مبني للمجهول؟ الفعل مبني للمجهول. اذا قلنا الفعل المجهول الجمله ما بقاش فيها فاعل يكون فيها نائب فاعل مش كده؟ كويس جدا. خلصنا. يبقى اذا ناكد على احنا قلناه ان اسلوب الاستثناء بيتكون من مستثنى منه اللي قبل الاداه اسمه مستثنى منه والاداه نفسها والمستثنى اللي هو بنسينا ما بعد الاداه يبقى عنه مستثنى. فاهم مش كده؟ كويس جدا. الاستثناء الا تام مثبت تام منفي ناقص منه. ولاحظ معانا اذا كان الكلام تام مثبت فانما بعد الا يعرف مستثنى منصوب وجوبا. اذا كان الكلام تام منفي فانما بعد الا يعرف اما او اما مستثنى منصوب او بدلا. اذا كان الكلام ناقص منفي فانما بعد الا يعرف حسب موقعه في الجمله وتكون الاداه في الوقت ده هتبقى منقوطه مش كده؟ هو اتكلمنا عن التفاصيل بنشيل النفي بنشيل الاستثناء فبنلاقي ان الموضوع لطيف جدا بالنسبه لنا يعني. خلاص تمام. الاستثناء ايه؟ اتكلمنا بس على الاستثناء ما بين المسببين. شغل مهم جدا ولازم تاخد بالك منه. معلومه قديمه ما بعد غير مسوره يعرف ايه؟ ما بعد غير مسوره يعرف مضاف اليه. ويبقى بالتالي واحد يقول لي مثلا غير مسوره نفسها ما بعدها مضاف اليه. طب فين بقى اللي هيتعرف؟ مستثنى وبدل الامور دي كلها. خلي بالك معايا. ما قيل في الاستثناء الا يقال في الاستثناء بغير والاستثناء بسوى. اذا كان الكلام ده مثبت او الكلام ده منفي او الكلام ناقص منفي خلي بالك من اللي جاي. فانما بعد الا يعرف مضاف اليه وغير الصفه نفسها هي اللي تاخذ دعوه الاستثناء الا. تعرف مستثنى؟ واحد يقول لا اجيبها لي كده كده تاني لو سمحت. لو الكلام ده مثبت مع غير الصفه ما بعد غير الصفه مضاف اليه وغير الصفه نفسها هي اللي بتتعرف مستثنى منصوب. وهنقول اللي كان هنا بتتعرف مستثنى منصوب اللي كان بيتعرف بالشكل ده كان ما بعد الا. هنا ما بعد غير مسمى مضاف اليه غير مسمى نفسها هي اللي بتتعرف مستثنى منصوب. قول لي مثال في الحته الفاضيه دي. مثال رقم واحد لما اقول لك جاء الطلاب غير طالب او سوى طالب وهنقول لي طالب دي مضاف اليه فتبقى طالبين. غير نفسها هي اللي بتتعرف مستثنى منصوب حكم النصب وجد او ممكن تقول لي او اسم منصوب على الاستثناء. يبقى غير سوى ممكن تقول عليها مستثنى منصوب او اسم منصوب على الاستثناء. لو لقيت دي في الاختيارات او دي في الاختيارات الاثنين صح. فيها مشكله؟ ان شاء الله مفيش مشكله. اذا كان الكلام ده منفي فان ما بعد الا او ما بعد غير سوى اسم يعرف مضاف اليه وغير مسمى نفسها هي اللي بتتعرف مستثنى او بدل. وهتقول لي مقارنه التام المنفي في الاستثناء الا والتام المنفي مع غير مسمى بيتضح قوي ان غير مسمى هي اللي بتتعرف اعراب ما بعد الا هي مستثنى او بدل. ما بعد الا هنا غير مسمى نفسها هي اللي بتتعرف مستثنى او بدل. قول مثال. هيجي يقول لك ما سافر الرجال سوى ما بعد غير سوى مضاف اليه الا رجل وسوى نفسها هي اللي بتتعرف مستثنى او بدل. فهتقول لي لو عرفناها مستثنى ممكن نقول اسم منصوب على الاستثناء وعلامه النصب الفتحه المقدره. خلي بالك ليه؟ لان سوى نفسها سوى تعرف بعلامات مقدره علامات مقدره. وهتقول لي موبايل يا مستر لا دي بتتقلب على منظر عادي مش مشكله عندها. فمشكله ان شاء الله ما فيش. خلصنا كده؟ خلصنا. اذا كان الكلام تام منفي اذا كان الكلام تام منفي فانما بعد غير سوى يعرف مضاف اليه
المسلمة نفسها هي المسلسل أولها. يبقى إذا الكلمة السوى اسم منصوب على الاستثناء وعلامة نصب الفتحة مقدرة، وممكن تقول لي بدل مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة، مش كده ولا إيه؟ كويس جدا. إذا كان الكلام ده اسم منفي فإنما بعد غير المسلمة مضاف إيه؟ وغير المسلمة نفسها هي اللي تتعلم، هي اللي تتعلم حسب موقفها. أنا بحاول مع النقص المنفي مع غير المسلمة بحاول أشيل، بنحاول نشيل غير المسلمة نفسها ونحط مكانها إيه؟ وبعد ما تحط إلا حاول تعمل ما بعد ما جاء إلا طول. خلي بالك من كده، جاء طول شيل الجيم، شيل الجيم هيبقى بالنسبة لنا كلمة طول الفاعل. شيل إلا حط غير ما جاء غير طالب هيبقى طالب مضاف اليه وكلمه غير هي اللي فعلا. وقالوا لي والله الكلام منطقي بالدرجه الاولى وسهل بالنسبه مليون في المية. تمام كويس. الرد بعد كده الدنيا مش كويس. ها لا اتكلم سكريم كويس. ممكن نوسع الناس اللي عايز يعمل سكرين مفيش مشكله يعمل سكرين عشان يفضل يكمل شغلانه. عندنا الاستثناء بعاده وخلف حاشا لسه هنتكلم فيه كويس. اخر حاجه خالص الاستثناء بعاده وخلف حاشا، اخر حاجه في الوحده اقعد عاده وخلف حاشا ادوات استثناء بالنسبه لنا نتعرف عليها. عدا وخلا وحاشا افعال وحروف جر مصر الاثنين افعال وحروف جر. وهنقول لي طب وتيجي ازاي؟ اكدنا قبل كده في اول الحصه ان في كلمات ليها اعرابين مفيش مشكله فيها. يلا نشوف الدنيا دي هتمشي ازاي. عدا وخلا وحاشا بقول لك افعال ماضيه او حروف جر، افعال ماضيه كويس. قول لي مثال بحيث ان الدنيا تبقى لطيفه. نجح الطلاب عدا طالب. لما نيجي نتكلم هنا في نجح الطلاب عادة دي يا مستر هتعامل معاها على انها حرف جر ولا فعل ماضي؟ هنقول له الاثنين. هنقول له ان ابن عادة حرف جر وطالب اسم مجرور وتبقى طالب، او ان عادة فعل ماضي وكلمة طالب تبقى طالبا وتتعلم مفعول به منصوب والفعل مستتر. تاني كده بنقول لك نجح الطلاب عادة طالب. نجح الطلاب عادة طالب عادة دي هنتعامل معاها على انها حاجتين، اما ان عدا حرف جر وما بعدها اسم مجرور، او ان عدا فعل ماضي وما بعدها مفعول به منصوب. كويس جدا. طب هتقول لي ما قيل في عدا يقال في خلا يقال في حاشا. شيل لي عدا وحط لي خلا. نجح الطلاب خلا طالب. خلي بالك خلا حرف جر وطالب اسم مجرور، او خلا فعل ماضي وما بعدها مفعول به منصوب والفعل مستتر. ما قيل في عدا وقيل في خلا يقال في حاشا. نجح الطلاب حاشا طالبا حاشا حرف جر وما بعدها اسم مجرور، او ان نقول حاشا فعل ماضي وما بعدها مفعول به منصوب. ده الموضوع لطيف جدا بالنسبه لنا وفي حيز سهل قوي. اخر حاجه خالص في درس الاستثناء اخر حاجه عندنا ما لما ندخل على عدا وخلا. لاحظ كده معانا بنقول لك ما لما تخش على عدا تبقى ما عدا، لما تدخل على خلا تبقى ما خلا. هتقول لي تمام السؤال لما يبقوا ما عدا وما خلا افعال ولا حروف جر ولا الاثنين؟ لا وضعيه واحده هيبقوا افعال. طب السؤال ليه يا مستر ليه افعال؟ طب بالنسبه لهاش حاجه ما يخش عليها ما تيجي يقول عنها ما المصدريه. وما المصدريه دي ما المصدريه كابتن تلك شويه تقول لك انا ما بدخلش غير على افعال. نقول لها خلاص حقك علينا احنا بقينا افعال. جاء الطلاب ما عدا طالب هيبقى ما عدا هنا فعل ماضي وليها وضعيه واحده في الاعراب فيبقى بالتالي ما بعدها مفعول به منصوب فيبقى طالبا. عدا وخلا وحاشا عدا وخلا وحاشا كانت مين؟ اما ان هي افعال ماضيه او ان هي حروف جر. ولو دخل عليها ما عدا وما خلا ليها حاجه واحده فهتبقى افعال ماضيه. وفي حال جاء الطلاب ما عدا طالبا هيبقى طالبا مفعول به منصوب
ولي وضعية واحدة هي النصر. هنا ما بعد عدا وخلا وحاشا يفوز النصر والبر. أما في ما عدا وما خلا فهي بس حاجة واحدة هنقول له يجوز النصر فقط. مش كده ولا ايه؟ خلصنا كده ولا ايه؟ الناس تتابع الفيديو للنهاية عشان بالنسبة لها يكون الدرس مكتمل بالنسبة لنا. كويس جدا. الحصة الجاية أو المحاضرة الجاية هنحاول نعمل مع حضرتك حاجة مهمة جدا. هنشرح معاك الاسم المنصوب والمنقوص والممدود ويكون كلهم في حصة واحدة بحيث إن الدنيا تكون لطيفة. تمام؟ إن شاء الله الناس تتابع وبالتوفيق يا شباب. موفقين.